المجهودات التي بذلتها الأجهزة بالمدينة الأمنية والقضاء والسلطات المحلية والمجلس الجماعي ومندوبية الشباب والرياضة وجمعيات المجتمع المدني والعناية على الاهتمام والعناية التي تدينها لأفراد جاليتنا المقيمة بالخارج. لكي لا أطول عليكم قبل الشروع في توزيع الجوائز والهدايا والتذكارات كلمة الكاتب العام لجمعية الذكرى فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السيد نائب البرلماني ونائب رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت، السيد مندوب وزارة الشباب والرياضة، أيها الحضور الكريم، تخليدا للذكرى 15 وصاحب الحج جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، واحتفالا باليوم الوطني للمهاجر، واحتفاء بأفراد جاليتنا المغربية في جميع بلدان العالم، تنظم جمعية الذكرى لكرة القدم داخل القاعة بدعم من المجلس البلدي وعمالة إقليم تيزنيت ومندوبية وزارة الشباب والرياضة هذه التظاهرة الرياضية بقاعة الرياضات أنالوز لتعزيز روابط الصداقة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد. وتهدف كذلك هذه المبادرة الرياضية إلى ترسيخ قيم المواطنة وحب الانتماء وكذا خلق سبل التواصل والتعاون في شتى المجالات، وحرصا منها على تكريم الفعاليات الرياضية بالمدينة. تكرم جمعية الدقلة اليوم عددا من أعطوا الكثير وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الرياضة التجنيدية عموما وكرة القدم خصوصا، كما تحتفي جمعية الدقلة بفريق لفتيانها الذي حقق إنجازا كبيرا هذا الموسم بحصوله على الرتبة الثانية في بطولة عصبة سوس لكرة القدم داخل قاعة فتيان. وختاما يتقدم المكتب المسير لجمعية الدقلة بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرة، كما يتمنى لجاليتنا المغربية التزنيتية مقاما طيبا بين أهلهم وذويهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إبراهيم الرادي كذلك سبق وأن أبدع في ساحة المشوار وحصل على أحسن لاعب في الدورة التاسعة الثامنة في ساحة المشوار في دورة المصفقات في هذا البطل الواحد. جمعية الدقلة فتيان حافظ فرقوش. Yeah.
précise.